رحمة... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حكم اس في جي كويت اس في جي اليوم راح اجيب لكم خمس شخصيات خمس شخصيات نادره في فايف نايت ات فريدي كلهم كلهم فايف نايت نادر مو بس بجس واحد لا على كل انواع طبعا ليش انا حاطه الصورة صورة عادية متخوف لا انا حاطه صورة متخوف لان حاولت ادور على الشخصيات كل ما بصور الشخصية الله العظيم تطلع لي صورة جولدن فريدي جدام الصورة ما قاعد تخليني اصور خلفية ف اذا ما تصدقون حتبتكم ان شاء الله الحين فما لقيت لكم صور فان شاء الله في في, في فيديو هو انه شخصيات بس هذاك يمكن ما ادري يمكن بايقم او استغفر الله ما بيظلم احد انا ف اول شخصية هيكل عظمي الشخصية الهيكل العظمي هي موجودة مني موجودة مني يم يم ال فريدي اللي فوق على بالزاوية لو تشوفون الشخصية راح تلاقونها كاية واقفة يم الفريدي العود اللي هو بطل حلجة عود على بالزاوية فوق راح تلاقونه واقف من هناك هذي اول شخصية نادرة ما تطلع لك وايد يعني كلش ما تطلع لك يمكن تطلع لك بعض المرات اذا كنت محظوظ تطلع لك في الانابيب ما الهواء ايا تطلع لك مني هذه آه اول شخصيه ثاني شخصيه فريدي بنفسجي فريدي بنفسجي مو هذا اللي واقف الحين يم فريدي الدب لا فريدي نفس نفس فريدي اقصد نفس جولدن فريدي شابه جولدن فريدي لانه ماسك الميكروفون وكل هذا ولونه بي... بس لونه بنفسجي فما اتوقع انكم راح تلاقونه مني حاولت ابحث عنه بس ما لقيته وما لقيته مني لانه نادر ما تقدر تطلعه فهذه ثاني شخصيه تلاقيها واقفة، إذا تلاقيها تلاقيها قاعدة كذي، بعدين أول ما تنزل الجهاز، تنط ويك هاي آه ثاني شخصية. ثالث شخصية تطلع لك في فايف نايت فريدي 2، ما أتوقع ماي 3، آه... هي شخصية مظلمة، ما حد ما حد يعرف شو اسمها لحد الآن، ولا شكلها، أنا أسميها مظلمة أو في بعض الناس يسمونها الظل. هي إيه تكون واقفة قدامك، يعني ماكو وايد ناس طلعوا لها، فأتوقع إنها تطلع قدامك مرة واحدة وتصرقعك طبعا هذا ثلاث شخصية ورابع شخصية بالون بوي اوكي بالون بوي الكل يعرفه بس حتى تعرفون شكلكم تعرفون بالون بوي بنفسجي في بعد بنفسجي بس ما اتوقع ان هذا البنفسجي يطلع حق اي شخص هذا نادر بعد جدا 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 ان يطلع حق شخص واحد اصلا وخامس شخصية جولدن فريدي طبعا الكل يقول لا جولدن فريدي شخصية نعرفها ادري جولدن فريدي الكل يعرفه بس إن ما تطلع لك، يعني بـ مات Nights، أقصد Five فريدي not... 2 أو 3 أو 4، 4 آخر مرحلة، أوكي تطلع لك. بس، جولدن فريدي، مو اللي فوق الضخم، لا، في جولدن فريدي اللي قاعد تحت بالزاوية على اليسار. هذا جولدن فريدي، والحين، راح أبحث لكم عن أشكالهم إن شاء الله، راح أوقف الفيديو، وأبحث لكم عن أشكالها، وأوريكم. واحد واحد، من أول شخصية لآخر شخصية. دور على كل الشخصيات النادرة ما لقيت غير جودن فريدي فقلت ليش اطلع لكم جودن فريدي اذا تعرفونه بس هذه هي الشخصية لقيت واحدة بس لقيت واحدة منهم هذه هي الشخصية بيربل فريدي الدب اللي جاب الجولدن فريدي لو تلاحظون معاي اسف شباب لو تلاحظون معي ان جودن فريدي كان نفس الوضعية نفس الوضعية ونفس العين ونفس كل شيء بس عاد تقولون عادي نفس القعدة بس ان في شيء وحيد اللي خلاني أصدق أنه يشابه حيل، أن المايكروفون اللي بيده، لو الحين شوفوا شباب، حافظ شكله، الحين لو أكتب Golden Freddy، لو أكتب Golden Freddy Kai، نطلع صورة مشابهة مش لها. خلاص اول صورة كم شوفوا القعدة طبعا عين ملت مو شابها اسف بس كم شوفوا الميكروفون ان استمتعتوا بالمقطع لا تنسوا اللايك والشير والكومنت اذا تبون اي معلومات ثانية عن فايف نايت او عندكم اي شيء لا تقصروا معنا بالكومنت أنا اسوي اللي تبونه اسوي اللي تطلبونه يعني مني ف يعني عادي واذا معلومات مثلا عن اي لعبة ثانية رينبو بلاك اوبس دينج لايد جي تي اي طلع لكم معلومات وايد اوكي او اي العاب ثانية اعطوني بس اسمها وان شاء الله يعجبكم المقطع